وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، الكيان الصهيوني يمهد لهدم 237 منزلا في القدس المحتلة، ما شكل هذا التمهيد أو ما شكل هذا التمهيد، وما هي الإجراءات التي شرع بها؟ نعم أخي، جريمة جديدة تنضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال. أنتم تشاهدون أن عمليات الهدم الآن تنتقل من حي إلى حي في المدينة المقدسة، يصاحبها عمليات الإعدام ويصاحبها إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم. نحن أمام كارثة محققة بكل المقاييس، لأن الاحتلال يقوم بالجريمة ويفلت من العقاب، وهو يعني لا يتم تطبيق القانون الدولي على الاحتلال باعتبار أن الشعب الفلسطيني هو شعب تحت قوة الاحتلال بقوة السلاح، وأن لا يجوز للقوة المحتلة أن تقوم بأي تغيير لا عمراني ولا ديموغرافي ولا سكاني على المناطق المحتلة. لكن الاحتلال لا يعترف أصلا أن القدس محتلة بقوة السلاح، هو يعترف بأنها عاصمة الكيان الصهيوني الأبدية. وبالتالي نحن أمام كارثة. عادة الاحتلال يقوم بالجريمة ولا يلاحقه أحد، لا في محاكم محلية ولا محاكم دولية. ولهذا السبب يعني الآن الناس وسكان حي وادي الحمص ووادي أصول ومنطقة حي الأشقرية في ووادي الدم في بيت حنينة كلهم في حالة من التوتر الشديد، لأن الاحتلال الآن يقوم باخذ قياسات وتدريبات للشرطة الصهيونية والقوات المسلحة لأجل البدء بعمليات الهدم فيما لم يقم المواطنون الفلسطينيون بهدم منازلهم بأيديهم، وهي طيب أبشع صور العقاب. نعم أستاذ جمال، يعني هذا الإجراء بعد يعني إجراء هدم المنازل التي يروم الاحتلال الصهيوني القيام بها، ماذا سيشكل على التركيبة السكانية والجغرافية؟ هذه حرب واسعة النطاق، ونحن نرى بأن الاحتلال يقضم بيوتات المواطنين واحد تلو الآخر ويدفع بهم للسكنة خارج مدينة القدس، وهذا ما جرى بالفعل. عندنا الآن 145 ألف مقدسي خارج جدار الفصل العنصري الفاشي الذي بناه الاحتلال حول القدس. وبالتالي الاحتلال يعني يقوم بحرب ديموغرافية ضد سكان المدينة الفلسطينيين. الاحتلال لديه تمييز عنصري حتى كما تشاهدون ضد الفلاشة من أبناء اليهود أنفسهم. يعني الاحتلال عنصري، ويعني لا يضع الفلسطينيين ضمن قائمة يعني قائمة الناس الذين هم من سكان المدينة. هو يعتبر اليهود أربع أصناف، وخارج التصنيف يوجد الفلسطينيون، وبالتالي هو يهدم منازل الفلسطينيين ويضغط بهم حتى يغادروا. طيب دكتور، يعني الاحتلال يتعامل بعنصرية مع الفلسطينيين ويفلت من العقاب نتيجة الدعم الغربي، خصوصا الدعم الأمريكي له في الآونة الأخيرة، لكن هل هنالك أي إجراءات يمكن أن يتخذها الفلسطينيون في الداخل وفي الخارج للتقليل من هذه الإجراءات؟ يوم أن كان الفلسطينيون يخوضون انتفاضة واسعة النطاق، وكانت يعني تسمى الانتفاضة الحجارة أو الانتفاضة الأولى، الاحتلال تقلص وتراجع وانتكس، استطاع بطريقة فظيعة جدا أن يتفاهم مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي خارج فلسطين، ويأتي بها لتشكل واقيا وحاميا للمستوطنين، وهذا أمر مؤسف للغاية. اليوم نعم الفلسطينيون بوسعهم إشعال انتفاضة جديدة مهما كلف الثمن، والاستعانة بالشعوب العربية وأحرار العالم. لا يمكن أن يبقوا لوحدهم إطلاقا، لا يوجد تطبيع مع الشعوب العربية، التطبيع مع بعض الأنظمة العربية المنبطحة، الأنظمة المنسقة، الأنظمة العميلة، لكن سائر الأنظمة وسائر الشعوب العربية هي خارج هذه العملية الإجرامية. نعم بإمكان الفلسطينيين الآن التفكير جديا بعدما يعني ولغ الاحتلال وتغول في حقوقهم الثابتة وألغى الأونروا وألغى القدس وألغى الحدود وألغى الدولة الثانية يعني التي يحلم بها الرئيس الفلسطيني، لا دولة ولا عاصمة ولا محزنون. نعم الفلسطينيون جاهزون لانتفاضة ثالثة ومن نوع خاص. طيب دكتور، سلطات الاحتلال الصهيوني
نعلم أنها أصدرت قرارا بوقف بناء المستوطنات، لكن هذه السلطات تخرق هذا القرار بين وقت وآخر، والآن هنالك حديث عن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. برأيكم إلى أي مدى يعني يمكن ربط بناء هذه المستوطنات مع ما يسمى بصفقة القرن التي يروم ترامب إعلانها إلى المجتمع؟ صفقة القرن التي نحن نعيش الآن تداعياتها ميدانيا ونراها رأي العين غيرت كل الموازين وأنهت أوسلو، ولكن بعض الفلسطينيين لا زالوا يحلمون بأوسلو ومخرجاتها رغم أنها سيئة جدا. تخيل بأن الاحتلال لا يعترف الآن بتقسيم القدس على الإطلاق وفق صفقة القرن ووفق كوشنر وجرين بلات، وهذا المستوطن اللي اسمه ديفيد فريدمان، هذا ديفيد هبط تحت الأرض مع جرين بلات وهدموا جدار تحت الطريق المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك. إذا نحن أمام كارثة محققة، الاحتلال غير كل معالم أوسلو ولا يعترف بالضفة الغربية الآن أنها للفلسطينيين. الاحتلال الآن يبني مستوطنات ويوسع المستوطنات القادمة القائمة ويبني مستوطنات حديثة. تخيلوا أن الاحتلال يقول أن مناطق سي جيم يعني حسب أوسلو 62% من الضفة الغربية لن تعود للفلسطينيين، إذا ما الذي تبقى؟ ما الذي تبقى من فلسطين؟ نعم صحيح نحن أمام تطبيق عملي ميداني لمخرجات صفقة القرن سيئة الذكر، وأمريكا منخرطة في العدوان على الشعب الفلسطيني. الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.